بعد 33 سنة يستذكر العراق جرائم الأنفال التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين الكرد، وحرقت على إثرها آلاف القرى في مناطق متفرقة من إقليم كردستان. رئيس الجمهورية برهم صالح وصفها بالفاجعة الأليمة، وقال عن من نجا من ضحايا الأنفال بأنه يجب تلبية تطلعاتهم في توفير حياة حرة وكريمة وإرجاع رفات من قتل وضمان حقوقهم وامتيازاتهم كافة، وهو واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستهانة به أو التنصل منه أو تأخيره. أما رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي فقال عن جريمة الأنفال أن استذكارها سنويا هو دافع لكل الحكومات بالعمل الجاد دون عودة الدكتاتورية بأي شكل من أشكالها، كذلك العمل على رفض كل ما من شأنه أن يحيي سياسات التمييز والإقصاء والتهميش. بينما أكد نيجيرفان بارزاني رئيس أقليم كردستان على أن الدولة العراقية تتحمل واجب تعويض ذوي ضحايا الأنفال ماديا ومعنويا، كما شدد برزاني بالقول علينا أن نعمل جميعا على عدم تكرار كوارث مثيلة على شعب كردستان ولا في أي مكان آخر على حد تعبيره. أما بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي فقد أكد على ضرورة تعويض ضحايا جرائم الإبادة الجماعية في عمليات الأنفال بالتشريعات والقرارات الحكومية الملزمة وإزالة آثار الماضي. رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني قال أن جريمة الأنفال من أحلك فصول تاريخ النظام العراقي السابق، وهي شهادة على القمع الذي عانى منه شعب كردستان. لذلك نؤكد الالتزام القانوني والأخلاقي على الحكومة العراقية بالبدء في التعويضات عن هذه الجريمة البغيضة. بعد كل هذه المطالبات وغيرها بالعراقي، يفتح اليوم ملف تعويض ضحايا جرائم الأنفال متسائلا بعد 33 سنة من سيعيد رفات الضحايا ويعوض ذويهم بحياة كريمة. من أهم مطالب أهالي المدن والقرى الكردية التي تعرضت لجرائم إبادة جماعية سميت بحملات الأنفال، هذه المطالب هي إعادة رفات الضحايا من المفقودين والتي يبلغ عددها حسب بيان الاتحاد الوطني الكردستاني أكثر من 170 ألف ضحية، العمل على تعريف جرائم الأنفال كإبادة جماعية من قبل الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والعمل على اعتراف دولي بذلك. أيضا تعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا أسوة بباقي ضحايا الجرائم الجماعية المماثلة في مرحلة النظام السابق، وأيضا منحهم قطع أراضي من قبل حكومة إقليم كردستان. يطالب البعض أيضا بتوثيق جرائم الأنفال وتضمينها في المناهج الدراسية لإبقاء ذكرى تلك العمليات حية وإنصافا لضحاياها.